في ظل انتشار مرض كورونا في جميع أنحاء العالم، يقوم الأهالي بالداخل السوري ببعض الإجراءات الوقائية ضد انتشار المرض، أهمها التعليم عن بعد للأطفال في المخيمات العشوائية. بعد زيادة خطر انتشار فيروس كورونا حول العالم وتوقيف الدوام في مبادرة أبجد للتعليم واعتماد أسلوب التعليم عن بعد، وضعنا ضمن القسم التعليمي خطة عمل طارئة تضمن أمرين هامين. الأمر الأول سلامة الكادر التدريسي العامل ضمن المبادرة وسلامة الطلاب وأهاليهم. الأمر الثاني استمرار الطلاب في عملية تعليمية وعدم الانقطاع الذي يسبب بضرورة الحال نسيان ما قد حصلوه في الأيام الماضية. أهم الخطوات التي أجريناها، قمنا بإنشاء مجموعات تواصل تضم الطلاب والأهالي والكادر التدريسي العامل في المخيم. يقوم الكادر التدريسي بإعداد محتويات تعليمية ضمن الخيمة التي زودناها بنقطة نت، مما يضمن له تصميم محتوى تعليمي ذو جودة مناسبة. الأمر الثاني يقوم المدرس ضمن الخيمة التعليمية بإعداد وتصميم ورقات عمل تناسب المحتويات التعليمية التي نشرها عبر مجموعات التواصل. فريق أبجد التعليمي قام بإنشاء خيمة وبعض من كادر التعليم ومصورين لتدريس الطلاب، والفكرة هي إعطاء الدرس بشكل مبسط على اللوحة، ثم يقوم المصور بتصويرها وإرسائها عن طريق برنامج الواتساب للأطفال. هنا يقوم الأطفال بكتابتها داخل خيامهم، بدأ أن هذه العملية دونها عوائق كثيرة، أهمها أن أغلب عوائل الطلاب لا تملك ثمن الجوال، وإذا ما توفر فيوجد جوال واحد لعدة أطفال من العائلة نفسها. طبعا بهذه المبادرة نقوم بالتعليم عن بعد نظرا لتفشي وباء كورونا. نقوم بتحضير الدروس في هذه الخيمة التعليمية، ثم نقوم بتصويرها كمقاطع فيديو وننشرها على مجموعات التواصل الاجتماعي، ثم نقوم بأخذ الردود من الأطفال حسب المعلومات التي تعلموها ولم يتعلموها، نقوم بالإجابة على أسئلتهم. ومن القصص التي واجهتنا، أحد الطلاب لم يكن لديه جوال، قام بالطلب من والده لشراء الجوال، وبالفعل تفاعل هذا الأب مع طلب ولده واشترى له الجوال لمتابعة العملية التعليمية حتى يواكب رفاقه في هذه العملية التعليمية. أنا عبد الرحمن صف رابع، هون كنت عم أدرس بالمدرسة، قاموا قالوا لنا لأسادي كنا كل واحد ندرس ببيته، قلت لبادك تشتري لي جوال عشان أتعلم عليه، واليوم الدرس كتير حلو، الرياضيات من الواحد للمية الحمد لله حفظان كل الأرقام. يحاول فريق أبجد التعليمي تذليل العقبات وتطويعها في سبيل تقديم معلومات مبسطة وغاية في الأهمية لأطفال المخيمات ولا سيما العشوائية منها، حتى لا يناموا جوعا على موائد التعليم.